بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنكمل حل الدرس الثاني في كتاب الامتحان. الدرس الثاني عندي اللي هو توصيل المقاومات. احنا عندنا قلنا طريقتين للتوصيل، توصيل على التوالي وتوصيل على التوازي، عشان بس انت ما تتوهش في موضوع توصيل المقاومات، لان ده اكبر درس عليه مسائل تقريبا في المنهج كله وافكاره كتير ورسوماته كتير. انت عندك توصيل المقاومات مسائل او مسائل توصيل المقاومات تنقسم لحاجتين، طرق مباشره، والمقصود بالطريقه المباشره ان هو يديك مقاومتين او ثلاثه او اكتر، هو بالنظر بتبقى عارف المقاومتين دول توالي ولا توازي. يعني مثلا مديك دايره كده مقاومات، ثلاث مقاومات كده، دي مثلا 10 اوم ودي 5 اوم ودي 10 اوم، دي سهل، 10 زائد 5 زائد 10، او يديك 10 و10 توازي يبقى 10 على 2. دي الطرق المباشره، لو انت عارف اصلا المقاومات اللي قدامك هي توالي او توازي. لكن في طرق بقى احنا بنلجا ليها علشان بيبقى عندي مقاومات مش عارف هم توالي ولا توازي، زي الشكل ده مثلا. الشكل ده المقاومه دي انا مش عارف هي توالي مع دي ولا توازي ولا دي ولا مش عارف. فهنلجا لطرق بقى، كم طريقه؟ خمسه، اللي عليك منهم ثلاثه او اربعه، تمام؟ يبقى دي اسمها طرق غير المباشره، طرق غير مباشره. ايه هم الطرق دول؟ زي ما قلنا خمسه. الطريقه الاولانيه بنسميها طريقه النقاط، ودي مهمه جدا، بنستخدمها كتير جدا في حل كتير. دي بنستخدمها لما يكون عندي في سلك فاضي او مقاومتين، يعني مثلا التيار مش في المقاومه دي ومقاومه مماثله ليها، فبقى الجهد هنا زي هنا، فبنستخدم طريقه النقاط زي موضوع المكعب زي ما نشوف قدام شويه. يبقى طريقه النقاط دي بنستخدمها في الغالب لما يكون هناك سلك فاضي او عديم المقاومه، يعني للتسهيل سلك فاضي. زي ايه مثلا؟ زي مثلا المسألة دي، بديك سلك فاضي هنا كده بين المقاومتين دول وسلك فاضي في المقاومتين دول. نستخدم طريقة ان نحط هنا واحد وده سلك فاضي، واحد دي يعني الجهد هنا ليه قيمة وليكن مثلا واحد، الجهد مش هنا فالجهد زي ما هو ما اتغيرش، ده سلك فاضي. لكن سواء مش كده او مش كده فعدى على مقاومة، هيبقى الجهد اتغير، هياخد قيمة جديدة، ودي اتنين ودي اتنين. ونرجع بقى نكتب كده المقاومات دي متوصلة ار واحد اهي، وار او ار وار وار مثلا، ثلاث مقاومات. يبقى بين واحد واثنين في مقاومه اهي، بين واحد واثنين مقاومه ثاني، واشطب على كده عشان ما تحطهاش ثاني، ادي مقاومه ثاني، وبين واحد واثنين في مقاومه ثالثه اهي، اهي بين نقطه واحد واثنين. يبقى الثلاث مقاومات دول ايه؟ توازي. يبقى طلعت الشكل ده، يبقى لجأنا للطريقه دي علشان انا مش عارف هم المقاومات دي، بالرغم ان هي مرسومه واحد ممكن يفتكرها ان هم توالي، لكن هم في الحقيقه طلعوا ايه؟ توازي. هجيب بقى ار داش بتاعتهم بتساوي ار على 3 بس كده، شوف ار بكام وقسم على 3، ودول ايه؟ توازي. يبقى رجعنا للطريقه دي لما كان عندي سلك فاضي. الطريقه الثانيه بنسميها كيرشوف، اسف، هيوستن بريدج، قنطره هيوستن اللي احنا رسمينها فوق، دي ار 1 ودي ار 2 ودي ار 3 ودي ار 4 ودي ار 5. بنلجأ للطريقه دي لما يكون عندي خمس مقاومات، يعني انت في الغالب لما تلاقي شكل فيه كده خمس مقاومات حوالين بعض كده، اعرف ان غالبا هتبقى يا اما قنطره هيوستن يا اما هنحلها بكيرشوف. يعني المساله دي هتحل بحاجه اتنين، يا اما هي قنطره هيوستن وهنشوف دلوقتي هنعمل فيها ايه، يا اما هي بتتحل بكيرشوف. طب نعرف ازاي؟ احنا مشكلتنا في المقاومه دي بجيب اولها واخرها، التيار جاي كده مثلا، فالتيار هيمشي كده وعايز يروح هنا، يبقى ممكن يمشي كده كده صح؟ ممكن يمشي كده كده، هو ماشي بقى، هل هيخش هنا ولا هيكمل على طول؟ هو ماشي كده هيخش هنا ولا هيكمل؟ طب نعرف ازاي؟ قال لك خد الار دي، النقطه اللي قبلها، الار اللي قبلها على اللي بعدها، يعني ار 1 على ار 2 تقسمه على بعض وشوف هيطلع كام. النقطه دي الار اللي قبلها على اللي بعدها، يبقى ار 3 على ار 4 على ار 4. والله لو لقيت الرقم ده بيساوي الرقم ده، يعني ده على ده بيساوي ده على ده، يعني ده طلع مثلا دي 1 و2 وهنا 3 وهنا 6،
واحد على اتنين بنص، طب وتلاتة على ستة بنص برضو، يبقى دي اسمها هيوستن بريدج، نلغيها كأنها مش موجودة يعني، نشيلها خالص من الرسمة. هيبقى عندي بقى المقاومة دي ار واحد وبعدها ار اتنين، يبقى ار واحد زائد ار اتنين تمام، ده الفرع ده، والفرع التاني ار تلاتة زائد ار اربعة، هنجمع دول مع بعض ونجمع دول مع بعض، هيطلع مثلا هنا واحد واتنين تلاتة، يبقى الفرع اللي فوق 3 اوم والفرع اللي تحت 9 اوم، يبقى 3 في 9 على 3 زائد 9 يطلع لي المقاومه المكافئه ليها 2 اوم، دي اسمها قنطره هيوستن تمام. هي طبعا ليها اشكال كتير جدا، بس انا مديك الافكار عشان تبقى فاهم لما نيجي نحل ازاي نعرف قنطره. يبقى لو لقيت خمس مقاومات كده حوالين بعض في الرسمه سواء ايا كان الشكل يعني، اعرف ان غالبا ممكن تكون قنطره هيوستن. طب لو لقيت ان ار 1 على ار 2 لا تساوي ار 3 على ار 4، يعني وانا بحل كده لقيت دي يعني 1 على 2 ودي مثلا 3 على 4 اهو مش بيساووا بعض، يبقى دي تتحل بايه؟ الطريقه الثالثه اللي هي كيرشوف. طبعا كيرشوف هنشوفه في الدرس اللي بعده، بس تبقى عارف ان لو عندي الشكل دوت وليه دي مش قنطره هيوستن يعني في تيار بيمر فيها، هنحلها بكيرشوف. طب هنحلها ازاي بكيرشوف؟ هتوصل معاها بطاريه وحط الجهد اللي انت عايزه، حط 10 فولت 20 فولت مش تفرق، لان البطاريه الجهد بتاعها لما تغير هيغير التيار بس، لكن الار ثابته تمام. يبقى دي الطريقه الثالثه. الطريقه الرابعه اسمها التماثل. التماثل يعني ايه التماثل؟ زي مثلا ارسمها لك ورا كده، دي التماثل يعني مثلا عندي مقاومه كده ومقاومه كده، معلش هي بس باينة. دي اسمها طريقة التماثل. ليه سموها التماثل؟ لأن شايفين النقطة دي، التيار داخل من هنا ويخرج من هنا. النقطة دي اليمين شبه الشمال صح؟ كأنها مراية، واللي فوق شبه اللي تحت، يبقى دي اسمها طريقة التماثل. بنحلها ازاي؟ حضرتك طبعا طريقة التماثل دي مش مشهورة قوي، بس في بعض الكتب الخارجية بدون ذكر أسماء حاطة مسائل على التماثل، مسألة أو اتنين، فتبقى عندك الفكرة يعني تبقى عارف. فبنفك العقدة دي، هتبقى الشكل كده أهو. دي مثلا كل واحدة آر، يبقى دي آر ودي آر. فكنا دي هتبقى الجزء ده مفكوك فوق. هتلاقي عندك المقاومه دي ودي كده توالي مع بعض، لما تفك دول يعني هتعملهم هيطلعوا توالي مع بعض، تجمعهم مع بعض يبقى 2 ار مع ار توازي، هتجمع دول وتعملها مع دي. نفس الكلام هنا تمام. سوري ده كان سلك فاضي اعتقد، ده كان سلك فاضي. ده كان سلك فاضي تمام. يبقى دول كده مع بعض توالي توازي. خد بالك انت ممكن تعمل الفرع ده كله مع بعض، الفرع ده كله كده 2 ار تمام، او دول مع بعض هيبقى نص دي ار ودي ار يبقى نص ار، ودول مع بعض ار وار نص ار، يبقى نص ار ونص ار يبقى ار، الجزء ده كده ار، ار مع ار مع ار يبقى الفرع اللي فوق 3 ار، فوق هنا 3 ار، ونفس الكلام تحت 3 ار تحت، 3 ار مع 3 ار يبقى 1 ونص ار، يبقى نشيل الاثنين دول ونحط فرع واحد، يبقى هنا ار وكمان ار، وهنا 1 ونص ار، ار وار 2 ار يبقى 2 ار في 1 ونص ار على 2 ار زائد 1 ونص ار، يبقى دي هتطلع 2 ار في 1 ونص ار على 2 ار زائد 1 ونص ار يعني 3 ونص ار، ار تروح مع ار تضربهم بقى مع بعض تمام. انا بقول لك يعني لو جات لك طريقه التماثل دي التماثل. الطريقه الاخيره اسمها دلتا واي او دلتا ستار، ودي مش عليك بس تبقى عارف في طريقه اسمها دلتا واي او دلتا ستار مش مكرر عليك يعني. فالمسائل اللي هنحلها كلها ما بتخرجش عن الخمس افكار دول، اللي هو يا اما طريقه مباشره يا اما طريقه النقاط يا اما قنطره هيوستن يا كيرشوف يا اما التماثل. كل مسائل المقاومات ما بتخرجش عن الخمسه دول، لو ضفت لهم الطريقه السادسه اللي هي دلتا ستار بس هي مش مكرره عليك يعني تمام.
فتعال نشوف كده مسائل المقاومات وبنحلها ازاي. كتاب المعاصر طبعا، اسف، كتاب الامتحان الدرس الثاني تبصيل المقاومات. اختر من متعدد وصلت مقاومتان على التوالي قيمه احداهما واحد اوم، واحده منهم واحد اوم، فتكون المقاومه المكافئه لهما طبعا على التوالي يبقى واحد زائد الثانيه، يبقى اكيد اكبر من واحد، يبقى اكيد اكبر من ايه؟ من واحد، يبقى دي هتبقى اكبر من واحد. تمام، ثلاث مقاومات. انا هحل بس هنا عشان لو ايه حد يسيب الكتاب ولا حاجه بعد كده. بيقول لي ثلاث مقاومات متصل على التوازي، يبقى اول واحده كده السؤال الاولاني طلع ايه؟ 1000. السؤال الثاني بيقول لي ثلاث مقاومات متصل على التوازي، متصلين على التوازي، اذا كانت مقاومه احداها تساوي 1 اوم، تمام، فان المقاومه المكافئه هتبقى اقل من 1 اوم، اقل من 1، يبقى برده 1000. السؤال رقم 3 شكل سلك مقاومته 48 اوم، عندي سلك اهو المقاومه بتاعته كله 48 اوم، بقى نصه فوق ونص تحت، يبقى 48 على 2 بكام؟ ب 24، يبقى فوق المقاومه بتاعت الفوق ده 24 اوم وتحت 24 اوم، يعني كان عندي مقاومتين على التوازي 24 و24، يبقى المقاومه المكافئه هنا كام؟ 12 اوم، يعني بين ايه وبي كام؟ 12 اوم، يبقى 12 اوم اللي هي د، يبقى السؤال رقم 3 د. السؤال رقم 4 بيقول لي في الشكل المقابل اذا كانت شده التيار المار في المقاومه ار 1، التيار اللي ماشي في ار 1 ده هي 2 امبير، يعني ماشي هنا كام؟ 2 امبير. فهنا المقاومه المكافئه للدائره تساوي كام؟ عايز ار داش للدائره. طيب واكتب لي هنا ان ار 2 بتساوي 2 ار 1، مش انا عندي ان الفي طالما المقاومتين دول توازي يبقى الفي هنا بتساوي في هنا؟ هو قال لك ان التيار اللي هنا بكام؟ ب 2 امبير، يبقى 2 في ار 1 بتساوي اي اللي هنا في ار 2، تمام كده؟ ونجيب التيار. يبقى في الفي في الفرع ده، الفي في الفرع ده اللي هو 2 في ار 1، يبقى 2 ار 1 بتساوي اي اللي هو ماشي هنا مثلا، او خليه اي 2 مثلا، في ار 2 اللي هي 2 ار 1، ار 2 بتساوي 2 ار 1، ار 1 بتروح مع ار 1، يبقى اي 2 بتساوي 2 على 2 ب 1، اي 2 بتساوي 1 امبير، يبقى التيار اللي ماشي هنا كام؟ 1 امبير. طيب هنرجع بقى نجيب التيار ماشي هنا 1 امبير، تمام؟ وهنا 2 امبير، يبقى التيار اللي ماشي هنا 2 وهنا 1، يبقى التيار الكلي كام؟ 3 امبير، يبقى اي الكلي اهو الكلي بيساوي 3 امبير. مش الار داش بتساوي في بي على اي؟ في بي بكام؟ ب 12، واي بكام؟ ب 3، يبقى تساوي كام؟ 4 اوم، يبقى هنا هتساوي كام؟ 4 اوم اللي هو الاختيار ب، يبقى السؤال رقم 4 ب، 4 ب. عشان تبقى واضحه بس في التصوير. نيجي بقى للسؤال رقم 5. السؤال رقم 5 بيقول لي في الدائره الكهربيه المبينه اذا كانت قراءه الاميتر 5 امبير، يبقى التيار اللي ماشي هنا 5 امبير، وشده التيار المار في المقاومه ار 1 تساوي 2 امبير، ار 1 2 امبير، يبقى ار 2 بكام؟ ب 3 امبير، ما هو ده 5 خرج من هنا 2 يبقى يخرج من هنا 3، يبقى هنا 3 امبير. فان قيمه المقاومه ار 2 تساوي كام؟ طيب احنا قلنا هنا 2، يبقى 2 ار 1 بتساوي 3 ار 2، تمام؟ 2 ار 1 بتساوي 3 ار 2، يبقى ار 1 بتساوي 3 على 2 ب 1.5، 1.5 ار 2. هو مديني في بي مش ار داش اللي هي ار 1 تايمز ار 2 على ار 1 زائد ار 2، صح؟ هنجيبها ازاي بقى؟ ار داش مش ار داش بتساوي في بي على اي، الاي اللي هو المين كارنت اللي هو التيار الكلي، في بي بكام؟ 12. طب والتيار اللي خارج كام؟ 5 امبير، يبقى 12 على 5 هيديني 2.4، تمام. اوم. طيب ار داش دي بتساوي ايه؟ اللي هي 2.4، ار داش بتساوي ار 1 في ار 2 على ار 1 زائد ار 2. احنا جايبين علاقة ار 1 اهي، هنشيل ار 1 ونحط مكانها 1.5 ار 2، يبقى 2.4 بتساوي 1.5 ار 2 في ار 2 بار 2 تربيع، على هنشيل ار 1 نحط مكانها 1.5 ار 1 ار 2 زائد ار 2، يبقى 2.5 ار 2.
ار 2 هتروح مع التربيع اللي فوق، يبقى ار 2 بتساوي ايه؟ 2.5 في 2.4 من 10، 2.4 في 2.5 على 1.5، ونحسبها 2.5 في 2.4 من 10 على 1.5 هيطلع لي 4 اوم. دي قيمة ار 2 ب 4 اوم اهي ج، يبقى تطلع ج، يبقى السؤال رقم 5 اجابته ج. السؤال رقم 6، في الدائرة الكهربائية المبينة إذا كانت قراءة الأميتر A1 تساوي 1.2 من 10 أمبير، A1 ده 1.2 من 10، المقاومات دول متساوية يعني متماثلة، تمام؟ هنا 1.2 من 10 يبقى التيار هيتوزع فيهم بالتساوي، يعني هنا التيار ماشي 1.2 من 10 هيتجزأ بكام بقى؟ يبقى 1.2 من 10 على 3 بكام؟ هيطلع لي 8 من 10، 1 4 من 10 اسف على 3 هيطلع لي كام؟ 0 علامة 4 من 10، يعني هيطلع 4 من 10 هنا و4 من 10 و4 من 10. هو عايز فإن قراءة الأميتر A2، ده A2 ده جاي منين؟ التيار اللي جاي من هنا زائد التيار اللي جاي من هنا، مش قلنا دي جايه 4 من 10 وده 4 من 10، يبقى 4 من 10 زائد 4 من 10 اديني كام؟ 8 من 10 اللي هو د، يبقى السؤال رقم 6 كام؟ يطلع د، اجابته د. السؤال رقم 7 بيقول لي إذا وصلت أربع لمبات مقاومة كل منها 6 أوم، عند أربع لمبات كل واحدة 6 على التوازي، يبقى 6 على 4 دي المقاومة المكافئة، ثم وصلت المجموعة ببطارية قوتها الدفاع كهربية 12 فولت، فإن المقاومة الكلية للمبات الأربعة هتبقى 6 على 4 لأن هما متوصلين توازي. أهو أربع لمبات، ده السؤال رقم 7، أهو أربع لمبات. متوصلين ببطارية كل واحدة 6 أوم، 6 أوم، 6 أوم، 6 أوم، والبطارية بكام؟ البطارية 12 فولت، تمام؟ عايز ار داش، أقول له حاضر، أول مطلوب ار داش بتساوي 6 على 4، مش إحنا قلنا طالما المقاومات متوصلة توازي يبقى ناخد واحدة منهم على عددهم، يبقى 6 عددهم كام؟ 4، يبقى 6 على 4 يديني 1، 6 على 4 يتساوي 1.5 أوم. طيب عايز شد التيار، المطلوب الثاني شد التيار المار بالبطارية، يعني اي 2 اللي هو التيار الخارج من البطارية، اي بتساوي ايه؟ في بي بتاعت البطارية على الار داش، في بي كام؟ 12 على 1.5 يطلع لي كام؟ 8، 8 امبير، يبقى الاختيار الصح 1000. السؤال الثالث، الشحنة الكلية التي تترك البطارية في 10 ثواني، عايز كيو يعني، طيب كيو بتساوي ايه؟ اي في تي، الاي جبناها بكام؟ المين كارنت ب 8 في 10 ثواني يديني 80 كولوم، يبقى 80 كولوم الف. شد التيار المار بكل لمبه تساوي، طب ما التيار المقاومات دول اللي هي المصابيح دي متماثله، يبقى التيار هيتجزا بالتساوي، يعني هيبقى كام؟ هتبقى التيار 8 على 4، يبقى هنا 2 امبير 2 امبير 2 امبير 2 امبير، يبقى التيار في كل مصباح 2 امبير أو 2 أمبير. فرق الجهد بين طرفي كل لمبة، فرق الجهد بين طرفي كل لمبة، المصباح ده بيساوي ده بيساوي ده بيساوي ده بيساوي الـ VB بيساوي 12 فولت، يبقى بتساوي كام؟ 12 فولت. المقاومة الكلية للمبات الأربع عند توصيلها على التوالي، لو وصلت الأربعة على التوالي يبقى R داش للتوصيل على التوالي اللي هي مصابيح متماثلة بتساوي N في R الواحدة، N بكام؟ 4 في الواحدة بكام؟ 6، 4 في 6 ب 24 أوم، لو وصلناهم توالي يبقى 24 اوم. السؤال اللي بعده السؤال رقم 8، ارسم سوري الرسم المقابل يوضح ثلاث مقاومات اكس واي وزد متصله معا على التوالي، فاي من الاشكال التاليه يمثل نسب فرق الجهد بين طرفي كل منها؟ النسب يعني عايز في اكس الى في واي الى في زد، ده السؤال رقم 8، في اكس الى في واي الى في زد، في اكس بتساوي اي ار، الاي اللي ماشيه في الثلاثه واحده، يعني اي في ار الى اي نفس الكرنت في 2 ار الى اي في 3 ار، ار تروح مع ار والاي برضو تروح مع الاي، هتبقى هنا كام؟ 1 الى 2 الى 3، يبقى الاكس 1 2 3 اللي هي د، 1 2 3 يبقى اختار في 8 د.
السؤال رقم 9 بيقول لي الرسم المقابل يوضح 3 مقاومات اكس وواي وزد متصلين على التوازي، متصلين على التوازي زي ما احنا شايفين. فأي من الاشكال التاليه يمثل نسب شده التيار المار بكل منها؟ يعني هو عايز اي اكس الى اي واي الى اي زد. اي اكس الى اي واي الى اي زد. الاي بتساوي ايه؟ مش اي بتساوي في على ار؟ يبقى في طبعا الفي بتاعتهم متساويه، كلهم بدايتهم واحده ونهايتهم واحده، يبقى في هنا بتساوي في هنا بتساوي في هنا، يبقى في على ار الى اي واي بتساوي في على 2 ار، في على 2 ار الى في زد بتساوي في على 3 ار، في على 3 ار. في تروح مع بعض والار هتروح مع بعض، هتبقى هنا 1 الى نص الى 1 على 3. تمام. نضرب البعد ده كلها في 6 عشان نخلص من الكسور. هتبقى 6 في 1 ب 6، 6 في نص ب 3، 6 في ثلث يعني 6 على 3 في 2، يبقى 6 الى 3 الى 2. طيب نشوف كده الاشكال، هتلاقي لو عملنا دي 2 4 6 يبقى ده 6، وفعلا دي 3 اهو في النص، ودي 2 يبقى الف، اختار الف. يبقى السؤال رقم 9 اجابته الف. السؤال رقم 10 بيقول لي في الدائره الموضحه قراءه الاميتر A1 تساوي كام؟ عايز A1 يعني التيار الكلي. طيب هو هنا مديني V بين النقطتين دول، فرق البعد بين النقطتين دول والمقاومه، مش I اللي ماشيه فيها، I بتساوي V على R، V 20 على 5 فيها ال 4، يبقى قراءه A1 بكام؟ ب 4 امبير. يبقى السؤال رقم 10 ألف ب 4 امبير اللي هو السؤال رقم 1 يعني، يبقى اجابته ب. السؤال رقم 2 في 10 بيقول لي قراءة الاميتر 2، عايز قراءة 2. طيب ما التيار اللي ماشي هنا كام؟ 4، دي 30 ودي 10. في طريقتين عشان نحل دي، ممكن نقول نفرض اي 1 واي 2، تمام؟ يعني هنقول التيار اللي ماشي هنا اي 1، او خليها اي 2 عشان دي اي 2 ودي اي 1 مثلا. احنا عايزين اي 2. ممكن نجيبها بنسب المقاومات، يعني ادي الاي اللي هي 4، نسب المقاومات الاثنين مع بعض نحط تحت 30 و10 40، وفوق انا عايز التيار اللي ماشي هنا، يبقى نخبي دي يبقى 30 على 40. طبعا 3 على 4 في 4، 3 في 4 ولا 4؟ طبعا 4 تروح مع ال 4 مع سيد، بقى كام؟ 3 امبير على طول. يبقى التيار اللي ماشي هنا كام؟ 3 امبير. هيبقى هنا ماشي كام؟ 1 امبير، الربع هنا وثلاث ارباع هنا فعلا. السؤال رقم 11 أسئلة كتاب الامتحان الفصل الأول الدرس الثاني، كنا واقفين عند رقم 11. السؤال رقم 11 بيقول لي في الدائرة الموضحة بالشكل قيمة R، عند R اهي قيمة R تساوي كام؟ كام أوم؟ طيب أنا عندي دايرة الـ VB بتاعت الدايرة كلها عندي، وعندي التيار اللي خارج من البطارية، يعني ده المين كارنت اللي هو التيار الرئيسي، يعني عندي واقدر اجيب ار داش، ار للدائرة كلها. نجيب كده نحسب ار داش، ار داش للدائرة، ده السؤال رقم 11. ار داش بتساوي في بي على اي اللي هو المين كارنت، التيار خارج من البطارية يعني في بي، والتيار بتاعها التيار خارج منها نفسه، يبقى 120 على اي ب 10 يديني 12 اوم. طيب مش ار داش دي ار للدايره بتساوي طبعا المقاومه 5 والمقاومه ار دول مع بعض توازي، يبقى المقاومه المكافئه بتاعتهم 5 في ار على 5 زائد ار، زائد دول دي معاها توازي، اسف توالي، يبقى 5 في ار على 5 زائد ار زائد 8 بتساوي 12 اللي احنا لسه جايبينها. يبقى ار داش بتساوي 5 في ار على 5 زائد ار زائد 8، ار داش جبناها ب 12، يبقى 12 ناقص 8 يديني كام؟ 4، يبقى 4 بتساوي 5 ار على 5 زائد ار، الطرفين في وسطين، 4 في 5 ب 20، 4 في ار يبقى زائد 4 ار بتساوي 5 ار، 4 ار تروح الناحيه الثانيه بالناقص يبقى 5 ار، ناقص 4 ار يديني ار، يبقى ار تطلع بكام؟ ب 20 اوم. يبقى الاجابه عندي 20 اوم اللي هي الف، يبقى جابت رقم 11 الف.
السؤال رقم 12 بيقول لي في الشكل المقابل تكون المقام المكافأة بين النقطتين X و Y، عندي بين X و Y بتساوي كام؟ يعني كان الطيار يخرج من هنا ويخرج من هنا، في فرع اهو 40 اوم والفرع ده كله توازي مع ده، طيب من عندي دول توازي 4 و 12، 4 في 12 على 4 زائد 12 هتطلع ب 3 اهو، 4 في 12 على 4 زائد 12 يعني 16 يديني 3، دول كده 3، 3 مع 7 توالي يبقى 3 زائد 7 10، 10 في الفرع ده و10 في الفرع ده والاثنين توازي مع بعض يبقى 10 في 40 على 10 زائد 40، 10 10 في 40 على 10 زائد 40 يعني 50 يديني 8، يبقى المقام والمكافأة كام؟ 8، يبقى الإجابة د، الإجابة تساوي 12 د، اللي هو 12 واحد يعني ده. بيقول لي بقى رقم 2 في نفس السؤال، اذا استبدلت المقاومه 7 ببطاريه، لو شلنا المقاومه دي وحطينا مكانها بطاريه، فان المقاومه المكافاه للدائره تصبح، طبعا هنا البطاريه بنعتبر ان هي مثاليه لان لغايه الدرس اللي جاي مفيش مقاومه داخليه، يعني مش هيذكر لك مقاومه داخليه، لكن بعد كده ممكن البطاريه دي يكون ليها مقاومه داخليه. المهم يعني اذا استبدلت المقاومه 7 اوم ببطاريه، حاطين هنا بطاريه، فإن المقاومة المكافأة للدائرة تصبح كام؟ طبعا البطارية هنا دول هيبقى توالي مع الأربعين، دول كام احنا قلنا؟ 3، 3 زائد 40 ب43 تطلع 43 أوم، تمام؟ البطارية أرسمها لكم ولا خلاص؟ نرسمها برضه عشان الناس، ده السؤال رقم 12، 2 أهو هنحط هنا بطارية مكان السبعة، وعندي 12 و3 دول، ال 12 و3 دول مقاومتهم مكافأة 3، يبقى كأن عندي 3 أوم أهو. وفي فوق هنا 8 اوم، اسف 40 اوم، 40 اوم، يبقى المقاومه المكافاه بقت كام؟ بقت 43، اللي هو 3 زائد 40 اللي هم توالي مع بعض. السؤال رقم 13 بيقول لي قراءه الفولتميتر في الدائره المقابله تساوي، عايز قراءه الفولتميتر، طب قراءه الفولتميتر متوصل مع مقاومه، يبقى قراءه الفولتميتر بتساوي اي في ار. طب اي اول حاجه نجيب اي، اي بتساوي ايه؟ ابدأ دايما الحل بالمطلوب، يعني هو هنا عايز اي ار، ده رقم 13، في اللي احنا عايزينها بتساوي اي في ار، طيب نجيب اي الاول بعد كده نجيب ار او نعوض فيها ونشوفها هتحصل ايه مع الار، اي بتساوي في بي، الفي بي كام؟ ب 12 على ار داش، ار داش ادي المقاومتين دول توازي مع بعض، يبقى المقاومه المكافاه بتاعتهم، يعني لو شلنا الاثنين دول وحطينا مقاومه واحده نحط مقاومه قيمتها قد ايه؟ ار على 2، ار على 2 مع ار توالي يبقى المقاومه المكافاه 1.5 ار، يبقى المقاومه المكافاه كام؟ 1.5 ار، يبقى 12 على 1.5 ار، تمام؟ يعني 3 على 2 هنا 3 وفوق 2 في 12، طبعا 12 على 3 في 1 3 فيها ال 4 على ار، نعوض بقى هنا في بتساوي اي في ار، يبقى الفي بتساوي اي، هنشيل اي ونحط مكانها كام؟ طبعا 2 في 4 ب 8، 8 على ار في ار، شيل الاي ونحط مكان 4، طبعا 2 في 4 ب 8، 8 على ار، 8 على ار، ار هتروح مع ار، يبقى الفي بكام؟ ب 8 فولت، يبقى الفي هتطلع ب 8 فولت اللي هو جيم، نختار ايه؟ جيم. السؤال رقم 14 بيقول لي اذا كانت اذا كانت مقاومه الفولتميتر 1000 100000 كيلو اوم، المعلومة اللي حضرتك تبقى عارفها ان مقاومة الفولتميتر المفروض ان هي لا نهائية كبيرة جدا، عشان كده تلاقي كل الفولتميتر او السؤال اللي قبلها مثلا الفولتميتر مش كاتب لي المقاومة، ليه؟ لان غالبا ان او المعتاد يعني ان مقاومة الفولتميتر بتكون كبيرة جدا، تمام؟ توصل لما لا نهائي، يعني مقاومته كبيرة جدا مقارنة بالمقاومة اللي احنا اللي هو بيقيس فرق الجهد بين طرفين. امتى بنحط فرق، امتى بنحط قيمة المقاومة بتاعت الفولتميتر؟ لما تكون مقاومته قريبه من المقاومه اللي هو بيقيسها، لا ده كده التيار هيتجزأ هنا بالنص، يبقى كده هنا كهنا مثلا كنا بنعتبر ان التيار بيخش في الفولتميتر صغير جدا لدرجه ان احنا بنهمله، يعني كان مفيش تيار، التيار كله او 99.9% بتخش في المقاومه ار، و1% بيخش هنا، فعشان كده بنهمل، لكن هنا لا، هنا التيار هيتجزأ هنا بالتساوي، لان الاثنين قد بعض، يعني كان الفولتميتر ده مقاومه بعد دلوقتي، يعني كان الفولتميتر ده مقاومه. فاحنا عايزين نجيب فرق الجهد بين، يبقى فرق الجهد بيساوي ايه؟ اي اللي هتمشي هنا اللي هي نص التيار الاصلي، ما هو التيار هيتوزع وهو جاي، جزء هيخش هنا
وجزء هيخش هنا بالتساوي لان هم قد بعض. يبقى في هنا بتساوي نص اي الاصلي في ار، تمام؟ يبقى هنا اقول له في اللي انت عايزها، وطبعا عايز فرق الجهد او عايز قراية الفولتميتر، يبقى قراية الفولتميتر بتساوي اي اللي ماشي هنا اللي هي نص التيار الاصلي في ار. ده السؤال رقم 14. يبقى الفي اللي هو عايزه بتساوي نص التيار الاصلي في ار. ار عندي فاضل لي اجيب مين؟ التيار الاصلي. طب التيار الاصلي نجيبه ازاي؟ اي بتساوي زي ما قلنا في بي على ار داش. في بي بكام؟ ب6 على ار داش. طبعا هنا 100 كيلو اوم، وهنا 100 و100 توازي، يبقى المقاومه المكافئه بتاعتهم 100 على 2 يعني 50 كيلو اوم. يبقى ار داش ب50 كيلو اوم زائد 100 يبقى 150 الف. بالآلة كده نحسب اي 6 على 150 الف هيطلع لي 4 × 10^5. يبقى اي بتساوي كام؟ 4 × 10^5 امبير. نعوض بقى فوق. الفي احنا قلنا بتساوي ايه؟ اي على 2 اللي هو 4 × 10^5 على 2، وده التيار اللي هيمر هنا نص التيار، تمام؟ في ار اللي هي 100 كيلو اوم، 100 الف يعني. نضرب دول في بعض. طبعا 4 × 2 في 2، 2 في 10 2 في 10^5 في 10^5 هيطلع لي 2 فولت. لو قيمتها كام؟ 2 فولت اهي. يبقى إجابة رقم 14 ب. السؤال رقم 15 بيقول لي في الدائرة الموضحة بالشكل قراءة الأميتر تساوي. ناخد بالنا بقى قراءة الأميتر، الآي هنا جزء هيمشي هنا وجزء هيمشي هنا. الفرق دوت 3 + 9 ب 12، يبقى هنا 12 وهنا 12، يبقى التيار هيتجزأ بالتساوي، تمام؟ يعني لو جبت هنا التيار دوت اقسمه على 2 هجيب لي قراية الأميتر. طب نجيب آي ازاي؟ طيب الفرعين دول توازي مع بعض، 12 مع 12 بدايتهم أهو، بدايته هنا وآخره هنا، وده بدايته هنا وآخره نفس النقطة، يبقى الفرعين دول توازي مع بعض، 12 و12. يبقى كام؟ 6. يبقى نحط نشيل الاثنين دول ونحط من هنا كام؟ 6. 6 مع 18 يبقى كام؟ 24. يبقى ار داش هنا بكام؟ 24. هو مش عايز كده، هو عايز قيمه التيار اللي يمشي هنا خلاص، هو مش مدينا قيمه الاي، يعني عايزها بدون تعويض. يبقى نقول له اي على 2، سهله جدا. يبقى ب، يبقى السؤال رقم 15 اي على 2. في الدائره الكهربائيه الموضحه 4 مصابيح مضاءة، 4 مصابيح مضاءة. إذا احترق المصباح المشار إليه، المصباح ده احترق، يبقى الفرع ده كده خرج من الدايرة، تمام؟ بالسهم، فكم مصباح يظل مضيء؟ طبعًا 2، ما هو التيار هيمشي كده كده. يبقى 2. السؤال رقم 17 بيقول لي في الشكل المقابل تكون قيمة المقاومة المكافئة بين A و B، هي بين النقطة A والنقطة B. طيب، النقطة A والنقطة B، عندي فرعين أهو. قلت لك لما تلاقي سلك فاضي يبقى نحط ايه؟ نستخدم طريقة النقاط. يبقى النقطة دي 1 1 1 1، او خلي مثلا دي A، تمام؟ هتبقى مثلا دي B، ودي كل ده C. يبقى عندك كام نقطة؟ تلات نقط. A اللي خلي دي C مثلا، يبقى A و C و B. هنخلي A و B هما اللي بره عشان احنا عايزين المقاومة المكافئة بينهم، و C في النص اهي. بين A و C في 3 اوم، بين A و C 3 اوم. وعندك بقى ما هو دي C ودي B ودي B ودي B، كل ده B. يبقى بين B و C 9، وبين B و C 9، وبين B و C 9، يعني يبقى عندي بين B ل C 3 مقاومات توازي، 9 اوم و9 اوم و9 اوم. 9 على 3 فيها 3، ومعايا 3 هنا، يبقى كام؟ 6 اوم. يبقى ار داش بين A ل B بيساوي كام؟ بيساوي كام؟ بيساوي 6 اوم. يبقى الاجابه تكون 6 اوم اللي هي ب. في الشكل المقابل قراءة الاميتر تساوي كام امبير؟ نص امبير ولا 3 ارباع امبير ولا 2 امبير ولا 4 على 3؟ طيب هو عايز قراءة الاميتر، يعني ده التيار. خد بالك هنا، في هنا مقاومة متوصل بين طرفيها سلك عديم المقاومة، سلك فاضي،
يبقى التيار هيمشي كده، يبقى المقاومه دي كانها مش موجوده، يبقى المقاومه المكافئه كام للدايره دي؟ 3 اوم. يبقى اي بتساوي ايه؟ في بي اللي هو 6، 6 على 3 في ال2 يبقى 2 امبير. واضحه؟ الشكل المقابل يمثل جزء من دائره كهربائيه، فاذا كان الفولتميتر يقرا 1 فولت، الفولتميتر هنا 1 فولت. خد بالك بقى من حاجه، الفولتميتر بتوصل للنقطه دي اللي هي نفس النقطه دي اللي هنا سلك فاضي اللي هي نص النقطه، نفس النقطه دي اللي هي واي، يعني الفولتميتر متوصل بين واي وهنا اكس اهي، اكس 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 يعني نفس، يبقى هو متوصل بين اكس وواي. يبقى قراءه الفولتميتر بيقول لي 1 فولت، فان فرق الجهد بين النقطتين اكس واي بكام؟ 1 فولت. هو الفولتميتر كان متوصل بين اكس وواي، ما هو النقطه دي مش جهد النقطه دي بيساوي جهد النقطه دي بيساوي جهد النقطه دي بيساوي اكس، وجهد النقطه دي اللي هي نفس الجهد هنا نفس الجهد، الترام سلك عديم المقاومه يعني سلك فاضي، يبقى الجهد ما اتغيرش، يبقى هو متوصل بين اكس وواي، يبقى هيطلع لي 1 فولت زي ما هو. في الدائره الكهربائيه الموضحه يكون التيار الكهربي اقل قيمه عند غلق المفتاح رقم كام؟ هو بيقول لك يكون التيار الكهربي اقل قيمه يعني اكبر مقاومه. نجرب كده، لو قفلنا واحد هيبقى عندي التيار هيمشي كده 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 كده، هيمر في مقاومه واحده بس، تمام. طب لو قفلنا اتنين هيمشي كده كده كده، هيبقى هيمر على المقاومتين اللي موجودين، يبقى هو اقل قيمه للتيار يعني اكبر قيمه للمقاومه اللي هو المفتاح رقم اتنين، تمام. واكبر قيمه طبعا للتيار مفتاح رقم اربعه اللي بيتركوا على طول من البطاريه للبطاريه. في الدائره الكهربائيه الموضحه عند غلق المفتاح فان قراءه الاميتر يحصل له ايه لما نغلق ده؟ طيب هو قبل ما نغلق يعني المفتاح كان فيه كام؟ R2 وR1، يعني المقاومه بتمر التيار بيمر في مقاومتين. طب لما نقفل ده، ما لما نقفل ده يبقى المقاومه دي كده اتشالت، يبقى احنا قللنا المقاومه، يبقى التيار يزيد، يبقى التيار اللي بيمر ايه؟ هيزيد، يبقى يزداد. في الدائره الكهربائيه المقابله ثلاث مقاومات متماثله، تمام، متصله مع مصدر كهربي عند غلق المفتاح كي، لما نقفل كي ايه اللي هيحصل؟ طيب تعال نشوف كده، قبل ما نقفل كي كانت التيار بيمر في ار وكيو بس، تمام، يعني مقاومه مثلا 2 ار، يعني ار قبل بكام؟ ب 2 ار، لو افترضنا ان المقاومه بتاع كل واحده اسمها ار يعني. بعد بقى دي ار ودي ار ودي ار، تمام، المقاومه هنا بقت ايه؟ نص ار، نص ار وار، بقت 1.5 ار، يعني المقاومه قلت، بقت 1.5 ار، يعني المقاومه تقل المقاومه. طب لما تقل المقاومه هو بيسالني بقى ايه اللي هيحصل للتيار؟ يبقى التيار هيزيد، يبقى كل تيار ار، لا تيار ار هيزيد، يبقى كل تيار ار، لا احنا متفقين التيار بتاع ار هيزيد لان هي متوصله بالمصدر على طول، يزيد تيار ار، ايوه، ويزيد تيار ار، الاثنين دول كده واحد منهم صح، ويقل تيار كيو، يزيد تيار ار، تمام، وتيار كيو التيار هنا هيتجزأ على بين بي وكيو، يبقى دي هتزيد ودي، والتيار بتاع كيو هيقل، تمام، لانه هيتقسم بالتساوي بين بي وكيو، يبقى نختار يزداد تيار ار ويقل تيار كيو. في طريقه ثانيه ان انا ممكن افرض ارقام زي ما قلت لك وتجيب قبل وبعد لو انت هتتلخبط، يعني انت مثلا، ودي الطريقه اللي انا بحبها علشان ما بقاش فيها اي مشكله، ابقى متاكد من اجابتي. ادي السؤال رقم 22، هفرض قبل وبعد او قبل وبعد غلق المفتاح. قبل هحط انا بقى هنا الفي بي مثلا ب 10 والار كل واحده ب 5 مثلا، تمام، فقبل هتبقى 10 الاي اللي بتمر في ار، دي الاي بتاعت ار اللي هي بتساوي الاي في الكيو لان هم متوصلين توالي، بتساوي هتبقى كام بقى؟ احنا قلنا الفي تبقى ب 10 على ار اللي هو 5 زائد 5 يعني 10 يديني 1 امبير، يبقى اي ار بي اي ار بكام؟ بتساوي 1 امبير، واي كيو بتساوي كام؟ 1 امبير برضو. طب نيجي بعد بقى، بعد ما نقفل المفتاح اي بتساوي ايه؟ خد بالك دي اي ار اللي هو المين كارنت، اي بتساوي احنا قلنا دي 5 و5 و5 يبقى دول 2.5 ودي 5 يبقى 7.5، يبقى المقاومه المكافئه بقت كام؟ 7.5، والفي بي زي ما هي 10، 10 على 7.5، 10 على 7.5 هيطلع لي 1.33% امبير، اهو التيار زاد، تيار ار اهو كان 1 بقى 1.3. طب تيار كيو بقى بتساوي 1.33% على 2، مش احنا قلنا هنا التيار اللي هو 1.33% ده هيتجزأ هنا بالتساوي لان دول زي بعض، يبقى 1.33% على 2 هيطلع لي 666 من 1000، 666 ألف أمبير، أهو تيار كيو كان 1 بقى كام؟ يبقى 1000، يبقى زي ما احنا اخترنا، يبقى يزيد تيار ار ويقل تيار كيو.
سرعة كان 23 آية من الأشكال البيانية التالية يمثل العلاقة بين قراءة الفولتميتر V1 قراءة V1 وقراءة الفولتميتر V2. عند تغيير قيمة المقاومة المأخوذة من R، يعني لما نزود R مثلا ايه اللي هيحصل هنا وهنا؟ طيب خد بالك ان التيار اللي بيمر هنا واحد، يعني التيار اللي ماشي هنا وبيساوي التيار اللي ماشي هنا، تمام؟ طب V يبقى V هنا قد هنا مرتين، لان الار بتاع دي 6 ودي 3، يبقى الخط هيبقى مايل ناحيه في 2، يعني الخط ده كده ما تنفعش مرفوض، لانه مايل ناحيه في 1، يعني هنا في 2 اكبر، هنا كده الاثنين بيساوي بعض، في 1 بتساوي 2، لان الزاويه 45 بالظبط، يبقى دي برضه مرفوضه. احنا قلنا لازم يكون الخط ايه مايل ناحيه في 2، يبقى الاجابه الصح هتكون دي، لان في 2 اكبر من في 1، يبقى في 2 هيبقى الخط مايل ناحيه في 2، الخط بيميل دايما ناحيه الاكبر. أي من الأشكال البيانية التالية يمثل العلاقة بين قيمة المقاومة المأخوذة من S وقراءة الأميتر. S وقراءة الأميتر. طبعًا S هنا لما تزيد التيار هي بتغير التيار الكلي، تمام؟ يعني التيار بيمر هنا ثابت. يعني دلوقتي مثلًا أنا قاعد في البيت منور المصباح في غرفة، ورحت نورت في المصباح في الغرفة التانية، يعني المقاومة إيه اللي هيحصل؟ التيار الكلي هيزيد، لكن التيار اللي داخل لي أنا هنا في المصباح اللي عندي ثابت. يبقى التيار هنا يفضل ثابت، يبقى نختار ايه؟ د. ممكن تحط ارقام لو انت حبيت تحلها بالارقام، هتحط مثلا بطاريه 10 فولت وتحط ار هنا مثلا ب 5 او ب 10 وثابته، ومره تخلي اس ب 5 ومره تخليها ب 10، تجيب قبل وبعد، وتشوف الاي اللي هنا قبل والاي اللي هنا بعد، تمام؟ فهيطلع لك الشكل ده طبعا، يبقى جابت السؤال رقم 24 د ان التيار اللي بيمر في المقاومه دي يفضل ثابت، تمام؟ أي من الأشكال البيانية التالية يمثل العلاقة بين قراءة الأميتر A1 و A2 و A2 عند تغيير قيمة المقاومة المأخوذة من R، لما نغير المقاومة دي، تمام؟ عندنا بقى إن I1 و I2 تم رسمهم بنفس مقياس الرسم، يعني ده 1 2 3 1 2 3، يعني بنفس الإيه المقياس. مبدئيا كده مين اللي أكبر، التيار بتاع اللي هيقيسه A1 ولا A2؟ أكيد طبعا A1، لأن ده بيقيس المين كارنت التيار الرئيسي، وهنا التيار دوت هيتجزأ، جزء يمشي هنا وجزء يمشي هنا، يبقى اكيد A2 اقل من A1، يبقى الخط هيبقى مايل ناحيه مين؟ ناحيه A1، يبقى هنا I1 الخط هيبقى مايل ناحيه I1، يبقى نختار ايه؟ ألف I1 طبعا تيار I1 اكبر من تيار I2، هنا معناه ده الرسمه دي معناها ان I2 اكبر، لان الميل راح ناحيتها، ودي نفس الكلام، وهنا الاثنين بيساووا بعض، لا يبقى نختار مين؟ ألف، لان تيار I1 اللي هو التيار الرئيسي اكبر اكيد من تيار A2، يبقى نختار ألف. السؤال رقم 26 في الشكل المقابل عند غلق المفتاح في الاتجاه واحد يمر تيار شدته 2 امبير في الاميتر، فتكون قيمه المقاومه ار كام؟ طيب احنا دلوقتي قفلنا ار 1 المفتاح رقم 1، يبقى عندي المقاومتين دول كده معايا، التيار هيمشي هنا وهنا ويرجع تاني يتجمع هنا، يبقى الثلاث مقاومات كده متوصلين معايا والتيار هيمشي فيهم. المقاومتين دول متوصلين ايه؟ توازي، يبقى المقاومة المكافأة بتاعتهم R على 2، يبقى R على 2 زائد R يبقى 1.5 R، يبقى R داش للدايرة دي عند غلق مفتاح رقم 1 أهو، السؤال رقم 26 عند غلق كي رقم 1 هيبقى R داش بتساوي R على 2 زائد R يديني 1.5 R. هو عايز قيمة ار دي، هو بيقول لي ان التيار كان كام؟ ب 2 امبير، طب ما نجيب ار داش، مش ار داش بتساوي في على اي، الفي بكام؟ اللي هو في بي، يعني في بي اللي هو 15 على اي بكام؟ ب 2، يديني 7.5 اوم. جبنا ار داش، مش ار داش بتساوي 1.5 ار، يبقى ار بتساوي ار داش على 1.5، ار داش ب 7.5 على 1.5 يطلع لك قيمة الار، يطلع 5. 7.5 على 1.5 هيطلع لي 5 اوم، يبقى ار بكام؟ ب 5 اوم، كده جبنا قيمة ار. عند غلق المفتاح في الاتجاه 2، هنقفل هنا في الاتجاه 2، طبعا لما نقفل 2 التيار هيمشي كده، هيخش هيمشي بقى، دي خلاص كده اتفتحت، يبقى هيمشي في ار، ما كده يعدي في السلك الفاضي ده يمشي كده، بقت المقاومة ار بس. قراءة الأميتر بقى يمر في الأميتر تيار كام؟ احنا لسه جايبين ار ب 5، يبقى اي بتساوي، ده السؤال رقم 2 فيها، اي بتساوي في بي على ار داش للسيركت، يعني في بي بكام؟ ب 15
على 5، ما هو قلنا التيار هيمشي كده 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 كده، يبقى على 5 يديني 3 امبير، يبقى الاجابه هتكون 3 امبير. يبقى اقوى رقم 1 5 امبير ب، ورقم 2 هتبقى 3 امبير اللي هو ج. السؤال اللي بعده رقم 27، بيقول لي الشكل المقابل يوضح دائره كهربيه بسيطه عند غلق المفتاح كي، لما نقفل كي كانت قراءه الامبير 5 امبير، وعند توصيل المقاومه قدرها 2 اوم على التوالي مع المقاومه ار، هنوصل 2 اوم مع ار في الدرجة، قلت قراءة الأمتر إلى 4 أمبير، يعني الـ IB دي بقت 4 أمبير، فتكون قيمة المقاومة R هي كام؟ طيب أنا عندي حالتين، يبقى نقسم الصفحة كده قبل وبعد، قبل ما نحط المقاومة 2 أوم وبعد، يبقى السؤال ده رقم 27، هنا قبل وهنا بعد. قبل بيقول لي كام قراءة الأمتر 5 أمبير، طيب هي I بتساوي إيه؟ مش I بتساوي VB على R داش، R اللي هي R. كانت اي بكام؟ بخمسة، يعني في بي في بي على ار بتساوي كام؟ 5. طيب بعد اي بتساوي ايه؟ في بي، في بي زي ما هي مش عندي، على دي اي 1 ودي اي 2، في بي على كام؟ قال لي الرايتر ميتر بقت 4، يبقى في بي بس هنا وصلنا 2 توالي، يبقى 2 زائد ار، يبقى على 2 زائد ار، كل ده بيساوي كام؟ 4، يبقى طرفين في وسطين، يبقى 2 في 4 ب 8 زائد 4 ار بتساوي في بي. يبقى انا عندي قيمه الفي بي اهي، نعوض بيها هنا، يبقى نعوض بيها هنا لان البطاريه ما اتغيرتش، يبقى الفي بي ثابته، يبقى 8 زائد 4 ار على ار بتساوي 5. اوعى تختصر الار دي مع دي، دي 4 ار مع بعض في جنب واحد، يعني دي 8 زائد 4 ار، 5 في ار ب 5 ار، يبقى 5 ار بتساوي 8 زائد 4 ار. هنودي 4 ار دي الناحية التانية بالسالب بالناقص، يبقى 5 ار ناقص 4 ار يديني ار، يبقى ار بتساوي كام؟ 8 اوم. يبقى ار تطلع بكام؟ ب 8 اوم، هو الاختيار ب. السؤال رقم 28 بيقول لي مجموعة من المقاومات المتساوية عند توصيلها على التوالي كانت المقاومة المكافئة لها 100 اوم، وما ليش عدد المقاومات. طيب هو أول حاجة وصلناهم إيه؟ السؤال رقم 28، وصلناهم توالي، الار داش للتوالي بتساوي ان طالما هم متساويين في ار للوحده، وار داش بكام؟ هو قال لي ان ار داش ب 100، يبقى 100 بتساوي ان ار، يبقى دي اول معادله. طيب وعند توصيلها على التوازي وصلنا المقاومات دول توازي، كانت المقاومه المكافئه لها 4 اوم، احنا بنوصل مقاومات متساويه توازي القانون بتاعها بيبقى ار داش توازي بتساوي ار على ان، تمام كده؟ هو قال لي ار داش في الحد كام؟ ب 4 اوم، يبقى ار على ان او 4 ان، او ممكن نقول ان هو عايز ايه؟ هو عايز العدد او عايز الار لوحده، يبقى هنشيل هنا ان، يبقى 4 ان بتساوي ار، يبقى ان بتساوي ايه؟ ار على 4. نعوض بقى، نشيل ان نحط مكانها كام؟ ار على 4، يبقى 100 بتساوي ار على 4 اللي هو ان في ار، يعني ار تربيع، يبقى ار تربيع بتساوي 4 في 100 ب 400، يبقى ار بتساوي كام؟ جذر التربيع ل 400 يطلع لي 20 اوم، يطلع ب 20 اوم اللي هي 1000. السؤال رقم 29 بيقول لي الشكل المقابل، في الشكل المقابل اذا كان شده التيار المار في المقاومه 2 اوم اللي هو المقاومه دي، تمام؟ 1 امبير. طب نيجي كده للشكل، هتلاقي الفرق ده كده 2 اوم و4 اوم، طبعا مقاومه الاميتر صفر، يعني ده كانه سلك فاضي، يعني المقاومتين دول متصلين مع بعض ايه؟ توالي او ورا بعض. يبقى 2 زائد 4 بكام؟ ب6، 6 توازي مع 6، التيار اللي ماشي هنا كام؟ 1، يبقى هنا كام؟ 1 برضه، تمام؟ يبقى هنا 1 وهنا 1، يبقى يعدي هنا كام؟ يبقى ده 2 اوم، اسف 2 امبير، تمام؟ طيب الفرق ده كده 6 و6 توازي، يبقى 3، 3 مع 3 يبقوا 6، الفرق ده ماشي فيه 2، طبعا هنا ار اكبر، يبقى هنا ماشي كام؟ 1. يبقى هنا ماشي كام؟ يعني مثلا خرج هنا 2، يبقى خرج هنا 1 امبير، يبقى التيار الاصلي كام؟ 3 امبير. هو عايز التيار اللي بيمر في 12 يبقى كام؟ هنقول له 1 امبير، 1 امبير. لان هنا دول المقاومه المكافئه بتاعتهم هتطلع 6. 6 وهنا 12، طالما التيار ال 6 2 وال 12 دي قد 6 مرتين، يبقى التيار هنا نصه، يبقى 2 على 1، 2 على 2 اسف ب 1. ب 1 امبير، نصه يعني. السؤال رقم 30 بيقول لي
في الدائره الكهربائيه الموضحه هيكون فرق الجهد بين النقطتين بي ودي، بين بي ودي يساوي كام؟ طيب السؤال ده موجود في بنك الاسئله في المعاصر. ماشي، بصوا معايا، الفرع ده كام؟ لو بصينا على الفرع ده 5 زائد 5 زائد 5 يبقى الفرع ده كام؟ 15. والفرع ده كام؟ 5 زائد 5 زائد 5 15 برضو، يبقى التيار اللي ماشي هنا بيساوي التيار اللي ماشي هنا. طب خمس ال 15 دول بدايتهم A واخرهم C، والفرع ده اوله A واخره C، يبقى الفرعين دول توازي مع بعض، يبقى المقارنه المكافاه للدايره دي يبقى 15 على 2، يبقى R داش ده السؤال رقم 30، R داش بتساوي 15 على 2 دي 7.5 اوم، ده مقام المكافأة للدائرة. هنجيب التيار الأصلي، التيار اللي خارج من هنا، I بتساوي إيه؟ VB على R داش، VB بكام؟ ب 12 على 7.5 يديني كام؟ 12 على 7.5 هيطلع لي 1.6 أمبير. الواحد وستة من عشر ده التيار اللي خارج من البطارية، قلنا التيار ده هيتجزأ بالتساوي لان الفرع ده 15 والفرع ده 15 اوم، يبقى التيار اللي يمشي هنا كام؟ نص الواحد وستة من عشرة، يبقى يمشي هنا 8 من عشرة وهنا 8 من عشرة، يبقى اي في كل فرع بكام؟ اي في كل فرع بتساوي 1.6 من عشرة على 2 يديني كام؟ 8 من عشرة امبير. طيب هو عايز ايه؟ عايز الفرق بين في بي وفي دي. طب يبقى نجيب في بي لوحدها وبعد كده نجيب في دي وبعد كده نطرحهم من بعض. في بي بتساوي ايه؟ مش الجهد هنا، التيار خارج من هنا مثلا، يبقى الجهد النقطه دي كام؟ 12 فولت. مش في بي بتساوي 12 ناقص اللي ناقص هنا، يبقى في بي بتساوي 12 ناقص، طيب ايه الجهد اللي ناقص هنا؟ اللي هو اي في ار، اي ماشي هنا كام؟ لسه جايبينها 8 من 10، في ار من هنا لحد هنا كام؟ 5 زائد 5 10، يبقى في 10، يبقى 12 ناقص طبعا 8 يديني كام؟ 4 فولت. نجيب نفس الكلام، الفي عند الدي بتساوي الفي هنا طبعا بكام؟ ب 12 ناقص اي في ار دي، يبقى في دي بتساوي 12 ناقص اي ب 8 من 10 في 5 بتساوي كام؟ 5 في 8 ب 40 ب 4، يبقى 12 ناقص 4 يديني كام؟ 8، يبقى في بي دي بكام؟ يبقى 8 ناقص 4 بتساوي كام؟ 4 فولت، يبقى فرق الجهد بينهم كام؟ 4 فولت. في الشكل المقابل تكون قيمة فرق الجهد بين X و Y تساوي بين X و Y، عايز فرق الجهد هنا وهنا. طيب احنا عندنا دي حاجة اسمها هيستن بريدج، يعني كان موصل مقاومة هنا، هل هيمر فيها تيار ولا لا؟ أو هل الجهد بينها صفر ولا لا؟ قلنا عشان نعرف الموضوع ده، أدي النقطة X، بنجيب التيار ماشي كده كده، وهنا هيمشي كده كده. لو أنا موصل فولتميتر، هل هيمر فيه تيار أو جالفانومتر، هيمر فيه تيار ولا لا؟ طيب بطريقة سهلة جدا، بنجيب R قبل اوفر ار بعد ار على 2 ار، ار على 2 ار، دي اسهل طريقه. في طريقه ثانيه بالخطوات بقى، يعني ممكن تجيب بقى قيمه الاي هنا والاي هنا وتعوض، بس دي اسهل طريقه عشان دي لو دي اسمها هيوستن بريدج. يعني لو الفرق جد بصفر ار على 2 ار يبقى ده الفرع اللي فوق، النقطه واي الار اللي قبلها اوفر اللي بعدها، يبقى 4 ار على 8 ار، 4 ار على 8 ار، هنا ار هتروح مع ار يبقى كام؟ نص ار، هتروح مع ار، 4 على 8 بنص، ده طلعوا بيساوي بعض، يبقى الفرق الجهد. يبقى تعرف حاجتين بقى، لو انت موصل المقاومه هنا هيبقى اسمها هيوستن بريدج، ويبقى التيار اللي بيمر فيها بصفر، وفرق الجهد بين طرفيها بصفر، يعني فرق الجهد من اكس واي بيطلع بكام؟ بصفر، 1000. دي اسهل طريقه، يعني دي اسمها هيوستن بريدج. بيقول لي السؤال رقم 32، السؤال رقم 32 بيقول لي في الشكل المقابل المقاومتان اكس و اكس وزد، اكس وزد ثابتتان، بينما المقاومه واي يمكن تغيير قيمتها، واي دي ممكن نغير قيمتها من صفر الى 3000 اوم، فيكون مدى فرق الجهد بين النقطتين A و B، بين A ل B، وعايز فرق الجهد. هو فرق الجهد هنا بين هنا لهنا كام؟ 9، فعندي احتمالين ان الزد الواي دي بصفر، يبقى نحط اول احتمال ان الواي بصفر، هيبقى المقاومه هنا كام؟ 3000 و3000، يبقى الجهد هيتوزع بينهم بالتساوي، يبقى هنا السؤال رقم 32، يبقى التسعة، يبقى الفي بين A و B في الحلقه الاولانيه لو الواي بصفر هتبقى الفرع ده كده 3000 وده 3000، يبقى التسعة تقسم عليهم بالتساوي، يبقى 9 على 2، يبقى 9 على 2 دي كام؟ 4.5 فولت.
طيب اقصى قيمه للواي كام؟ 6000. اقصى قيمه كام؟ 6000. يبقى الفرع ده بقى كام لوحده؟ اسف 3000. يبقى الفرع ده كام؟ بقى 6000 وهنا 3000، يبقى الفي التسعه توزع عليهم بالتساوي على الثلاثه، يعني 3000 و3000 و3000، يبقى كل واحده كام؟ 3. يبقى دي 3 فولت ودي 3 فولت ودي 3 فولت، يبقى الاثنين دول مع بعض كام؟ 6 فولت. يبقى في اي بي في الحاله ديت هو كام؟ 6 فولت. يبقى تتراوح من 4.5 فولت ل 6 فولت، من 4.5 الى 6 اللي هو الاختيار ج. تمام. في الدائره الكهربائيه الموضحه تكون شده التيار المار عبر المقاومه 45 اوم. في الدائره الكهربائيه الموضحه تكون شده التيار المار عبر المقاومه 45 اوم. دي ال 45 اوم اهي. عايش التيار فيها كام؟ اول حاجه هنجيب ار داش للدائره دي كلها. طبعا دول مع بعض ايه؟ توازي، يبقى 50 و50 100، 100 مع 100 توازي، بدايتهم هنا واخرهم هنا، يبقى دول توازي، يبقى نشيل ده كله نحط هنا كام؟ 50. تمام؟ ودول 100 و100 يبقى 200، 200 مع 50 يبقى 200 في 50 على 250. 200 هرسمها لكم هنا تبقى اسهل يعني. ده السؤال رقم 33، بيقول لي هنا في السؤال رقم 33 يبقى الفرع ده كده من هنا لحد هنا كام؟ هيبقى 50 اوم. يعني ده كده 50 اوم عشان ما ننساش. وهنا 200 مع 50 توازي، يبقى 200 في 50 في 50 على 200 زائد 50 هيطلع لي 40. يعني دول كده مع بعض الثلاثه دول كده 40، يبقى ده 40 هنا اهو، ودول 50 مع بعض ايه؟ توالي. يبقى 50 و40 90، 90 مع 90 توازي يبقى 45. يبقى الفرع ده كله كده كام؟ 45. 45 مع 45 يبقى 90، 90 مع 90 توازي يبقى ار داش بتاعت الدائره دي كلها كام؟ 45. ار داش بيساوي كام؟ 45 اوم. نجيب اي اللي هو خارج من هنا. خد بالك ان احنا قلنا كل ده من هنا لحد هنا الفرع ده كام؟ 90. يعني التيار هيتوزع بالتساوي بين المقاومه دي والمقاومه دي. يبقى بعد ما اجيب اي اقسمه على 2. اي بتساوي ايه؟ في بي اللي هو 180 على ار داش بتاعت الدائره كلها على 45. هيطلع لي كام؟ 4. 180 على 45 هيطلع لي 4 امبير. ال 4 امبير دي خارجه من البطاريه، الفرع ده 90 وكل دول حسبناهم طلع 90، يعني كاننا حط هنا فرع كده 90، يبقى توزع بالتساوي، يبقى يمر هنا كام؟ 2 امبير، وهنا في المقاومه 45 2 امبير، يبقى الاجابه ايه؟ الف. عندي السؤال رقم 34 في الشكل المقابل اذا كانت قيمه كل مقاومه بتساوي ار. ار 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 كلهم زي بعض. فإن قيمة المقاومة المكافئة للمجموعة دي اسمها هيوستن بريدج. نعرف منين؟ أنا التيار هيمشي من هنا وعايز يوصل هنا، يبقى يمشي في الفرع ده. هيجي هنا، هيمشي في الفرع ده، ممكن يمشي كده كده صح؟ وفي الفرع ده ممكن يمشي كده كده. هل هو ماشي بقى في الفرعين دول؟ هيخش هنا سواء من فوق لتحت أو من تحت لفوق ولا لأ؟ يبقى أنا بسأل بقى على المقاومة دي. طب نعرف إزاي بقى إذا كانت هي هيوستن بريدج فنلجيها ولا لأ؟ قلنا بناخد أولها النقطة اللي فوق. آر اللي قبلها على آر اللي بعدها. دي آر على آر. طب النقطة دي ار اللي قبلها ار على ار، يبقى ار على ار بواحد وار على ار بواحد، يبقى دي يبقى المقاومة دي اسمها هيوستن بريدج، يعني اللي ليها يبقى كأنها مش موجودة. دايما لما تلاقي خمس مقاومات كده مع بعض غالبا هتطلع هيوستن بريدج أو هتتحل بكيرشوف. تمام؟ فهي لو طلعت ملجية يبقى كده إيه؟ يبقى هي إيه؟ عشان نعرف إن هي هيوستن بريدج ولا لأ قلنا بنجيب ار قبل قيمتها ار على ار بعد وتحت ار على ار. طلعوا بيساووا بعض، يبقى دي اسمها هيوستن بريدج. يبقى نرسم الرسمه من غيرها، يبقى ادي ار اهي وادي الفرع كده، في فرع تاني يبقى عندي الفرع ده ار مع ار، يبقى كام ار؟ 2 ار. والفرع ده 2 ار، الفرعين دول توازي مع بعض، يبقى 2 ار و2 ار، يبقى 2 ار على 2، يبقى كل دول بكام؟ بار. فانا عندي ار اهي تحت والفرعين اللي فوق دول كام؟ ار. يبقى المقاومه المكافئه كام؟ ار على 2، يبقى ار داش للدايره دي ار على 2، يطلع ار على 2 نص ار اللي هي ج. السؤال رقم 35 بيقول لي المقاومه المكافئه بين النقطتين A و B، بين A و B عندما يكون المفتاح كي مفتوح، المفتاح كده مفتوح، وعندما يكون المفتاح مغلق على الترتيب. يبقى اول حاجه المفتاح مفتوح، يعني المقاومه دي كده مش موجوده. قلت لك لو لقيت سلك فاضي يبقى بنستخدم طريقة النقاط. النقطة دي ايه؟ هنسمي دي مثلا سي، وهنا سي،
وبعد كده بيبقى عندي كام نقطة؟ ثلاثة اهو ايه، وهنسمي دي سي مثلا. وده سلك فاضي، يبقى دي كمان سي وبي، يبقى نحط اي سي بي ثلاث نقاط. عندي ايه والنقطة سي والنقطة بي، بين ايه وسي في ستة ستة في ستة او، وعندي من ايه لسي في 12، في معاها كمان 12 من A ل C يعني توازي. تمام، خدنا دي وخدنا دي، طبعا الثمانية دي مش موجودة لأن المفتاح بتاعها مفتوح. وعندي من C ل B في كام؟ 6، من C ل B في 6، وعندي من C ل B في كمان 12، 12 O، ده السؤال رقم 35. 6 مع 12 دول توازي، يبقى 6 في 12 على 6 زائد 12 ب 18، يطلع على 4، يبقى دول كده 4 ودول زيهم 4، يبقى عندي 4 او مع 4، يبقى المقاومه المكافئه كام؟ 8، يبقى ار داش في الحلقه الاولانيه بتساوي كام؟ 8 او، ده في حاله ان المفتاح كي مفتوح. طيب لما نقفل المفتاح كي بقى، هنقفل المفتاح كي برضه هنستخدم طريقه النقاط، هيبقى عندي هنا نرسمها للتوضيح، هيبقى عندي هنا A و B و C، بين A و B سوري خلي B هنا وخلي C هنا، من A ل C في 6 اهو، الستة اللي احنا كنا رسمناها من شوية، ممكن بخاطر قلم رصاص كده تشطب عليها عشان ما تتلخبطش، وبين A ل C في 12، ومن A ل B في 8، ناخد كده من A لحد B 8 أوم، وعندك من B ل C، من C ل B في 6، هنا 6 أوم، وعندك من B ل C في 12 كمان، 12 أوم، هما كام مقام؟ 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5، يبقى أنا ماشي صح، دول قلنا 4 وكمان 4 يبقى 8، يبقى الفرع ده كام كله؟ 8، 8 مع 8 توازي، يبقى R داش بكام؟ يبقى 8 على 2 يديني كام؟ 4 اوم. يبقى المقاومه المكافئه 8 و4 على الترتيب، 8 و4 يبقى الاختيار ج 8 و4. السؤال رقم 36 بيقول لي في الشكل الموضح اذا كانت قيمه كل مقاومه هي ار، كل مقاومه من دول ار، وكانت في 2 بتساوي 33 فولت، في 2 ب 3 وفي 2 متوصله مع البطاريه، يبقى البطاريه في بي بكام؟ ب 33 فولت. فهنا قراءه في 1 عايز في 1، طيب في 1 بتساوي ايه؟ التيار اللي ماشي هنا في ار. تمام، قلنا المقاومه دي عامله لي مشكله، ار قبل بار واحد، ار بعد خد بالك، ار بعد ار زائد ار ب2 ار، يبقى ار على 2 ار. طب وهنا النقطه دي ار، ار قبل دي سوري 3 ار. تمام، هنا تبقى ار قبل 3 ار على ار، لا يبقى المقاومه دي مش هتلغي، المقاومه دي كده مش هتلغي، عندي ار وار وار يبقى 3 ار، الفرق ده كام؟ 3 ار، مع ار دي توازي، يبقى 3 ار في ار على 3 ار زائد ار زائد 2 ار. تمام، ده الار ده شو كليا يعني. او نجيب دول الاول عشان ما تلخبطوش، ار للفرع ده ب 3 ار مع ار، يبقى ار للفرع ده بتساوي 3 ار في ار على 3 ار زائد ار يعني 4 ار، ار هتروح مع ار يتبقى لي كام؟ 3 ارباع ار، يبقى الجزء ده كده كام؟ 3 ارباع ار، متوصل بقى توالي ار مع 3 ارباع ار مع ار، يبقى 2 و 3 ارباع ار، يبقى ار داش للدايره دي كلها كام؟ 2 و 3 ارباع، يعني 2 في 4 ب 8، 8 و 3 11، 11 على 4 ار، يبقى دي ار داش للدايره دي. تمام؟ هقول ان في 2 اللي هو في للفرع ده بيساوي كام؟ 33، هي في 2 بتساوي ايه؟ مش في 2 بتساوي اي اللي هو خارج من البطارية اي اللي خارج من البطارية في ار داش اللي هو 11 على 4، 11 على 4 ار. تمام كده، ده في 2 يبقى في 2 بتساوي طيب من هنا بقى نجيب اي ار، يبقى اي ار بتساوي كام؟ 4 في في 2، احنا قلنا في 2 بكام؟ ب 33، نعوض بيها 3 و 4 في 33 على 11،
يبقى بتساوي 4 في 33 على 11. 33 على 11 فيها 3، يبقى 3 في 4 ب 12، يبقى اي ار على بعض بتساوي كام؟ 12 فولت. يبقى اول ما يطلع الاي ار نحط 12 فولت. طيب نجيب هنا بقى المقاومه هنا الفي 1، هي الفي 1 بتساوي ايه؟ بتساوي اي في ار، اي بس اي اللي ماشيه هنا. طب التيار اللي خارج من هنا كام؟ التيار اللي خارج من هنا احنا جبناه بكام؟ باي بكام؟ ماشي اي ار التيار الفرق ده كام؟ 3 ار وده ار، يبقى الاي اللي ماشيه في الفرع ده اي للفرع ده بتساوي نخليها اي ون مثلا، اي الاصليه فيه ونعمل نسبه. هما ار كلها كام؟ ادي 1 2 3 يبقى 3 زائد 1 4، يبقى هنا نحط 4 ار. لما حد اجيب التيار اللي ماشي هنا بنخبيه ونحط قيمه المقاومه اللي هناك، يعني ار، يبقى ار على يطلع بربع ار، يبقى اي اللي ماشي هنا بكام؟ بربع اي، يعني اسف ربع ار. ده اي 1. نعوض بقى في 1 بتساوي اي 1 في ار، اي 1 بكام؟ اي على 4 في ار، واحنا لسه جايبين اي في ار بكام؟ ب 12، يبقى نشيل دول نحط مكانهم 12 على 4 اديني 3 فولت. تمام؟ يبقى اديني 3 فولت. السؤال رقم 37، احدى الوحدات التاليه لا تكافئ وحده الوات. لا تكافئ يعني كلهم بيساوي وات ما عدا هنا جول على السكند، مش الوات اللي هو الباور، مش الباور بيساوي انرجي على التايم، انرجي او الورك على التايم اللي هو دبليو على تي، الدبليو بالجول الورك والتايم بالسكند، يبقى دي بتكافئ الوات. مع السلامه. طيب مش الوات مش الباور بتساوي في في اي الباور، هنا قوانين الباور اهي، ده السؤال رقم 37، الباور بتساوي الورك على التايم يعني جول على السكند، يبقى دي صح. والباور بيساوي في في اي يعني امبير في فولت، يبقى دي كمان صح. والباور بيساوي اي تربيع ار يعني امبير تربيع اوم، يعني دي كده صح. لكن الباور بيساوي في تربيع على ار، تمام، في تربيع على ار اللي هو فولت تربيع على اوم، فولت تربيع على اوم مش اوم تربيع على فولت، يبقى الغلط فين؟ دال، يبقى دال هي الاجابه الصحيحه، دي غلط يعني مش بتكافئ وحده الوات. مروحه كهربائيه مدون عليها 100 وات و220 فولت، وسخان كهربي مدون عليه 1000 وات و220 فولت، فين مقاومه السخان؟ هنجيب مقاومه السخان ونقارنها، بيقول تساوي ولا اقل ولا اكبر، هنجيب مقاومه ده ومقاومه ده، انا عندي الباور وعندي الفي، هنكتب القانون الفي باور وفي. الباور بيساوي ايه؟ في تربيع على ار، ده السؤال 37، الباور بيتساوي في تربيع على ار، يبقى ار للسخان بتساوي في تربيع على الباور. الفي تربيع بكام للسخان؟ الفي تربيع للسخان ب 220 تربيع على الباور يعني على 1000، نقسم كده 220 تربيع على 1000 يطلع لي 48.4، يبقى الباور بتاع السخان، اسف الار للسخان 48.4 اوم. طب نجيب ار للمروحة بتساوي الفي تربيع، برضو الفي تربيع بكام؟ ب 220 تربيع على الباور بتاعها بكام؟ 100، يبقى 220 تربيع على 100 هيطلع لي كام؟ 448 اوم، دي ار للمروحة. تمام؟ يبقى ار المروحة اكبر، ده طبعا لان السخان بيسحب تيار كبير لان الار بتاعته صغير جدا. انت لو بصيت في السخان من جوه هتلاقي ان السلك الثيكنس بتاعه كبير، فبالتالي ده معناه ان بيسحب تيار كبير وعلشان كده الباور بتاعه كبير. يبقى هنا ار للمروحه اكبر من ار للسخان. فان مقاومه السخان اقل من مقاومه المروحه، يبقى نختار ب. الرسم البياني المقابل يعبر عن العلاقه بين مربع شده التيار المرفي موصل والقدره المستهلكه. تمام، مربع شده التيار اي تربيع والباور فيه، فتكون قيمه مقاومه الموصل، هي مقاومه الموصل بتساوي ايه؟ ده السؤال رقم 39، مش الباور بتساوي اي تربيع على اي تربيع في ار، يبقى ار بتساوي باور على اي تربيع،
يعني الميل ناخد اي نقطة، يبقى 50 على 10 يديني كام؟ 5. يبقى 50 على 10 يديني 5 اوم. السؤال رقم 40 بيقول لي اي من الرسومات البيانية التالية يعبر عن العلاقة بين القدرة الباور المستنفذة في موصل يسري به تيار مستمر والزمن؟ خد بالك ان الباور بيكون ثابت، يعني عشان كده بنكتبه على الجهاز. بتلاقي المكنسه مثلا الكهربائيه مكتوب عليها كده بالبونت العريض 2000 واط، يعني بيقول لك هو بيستهلك في الثانيه الواحده، في الواحد سكند بيستهلك كام؟ 2000 جول. دي قوه ثابته، يعني انت لو شغلته ثانيه الباور هو 2000 واط. لكن اللي هتغير ايه؟ الانرجي، يعني الباور بتساوي الورك اللي هو الانرجي اللي انت بتستهلكها واللي بتدفع عليها فلوس على التايم. يبقى الانرجي بتساوي ايه؟ الباور، ودي قيمه ثابته في التايم. عشان كده كل ما تشغل اكتر كل ما الانرجي اللي هتستهلكها هتزيد، هتستهلك طاقه كهربائيه اكبر وتدفع فاتوره اكبر، فبالتالي الباور بيكون ثابت مع بمرور الزمن. يبقى نختار الف، تمام؟ يبقى الف الباور ثابت. لكن لو كتبنا هنا انرجي كنا نختار دي. لو هنا مكتوب الورك او الانرجي، ده الانرجي كل ما الوقت بيمر والجهاز شغال كل ما يستهلك طاقه اكتر، لكن الباور بيكون ثابت. وعلشان كده الباور بيتسجل على الجهاز، لكن ما فيش حد بيسجل انرجي، ما حدش بيقول لك الجهاز ده يستهلك انرجي قد كذا، ما انت ممكن تشغله دقيقه، واحد يشغله 5 دقائق، واحد يشغله ساعه، فبتختلف الانرجي المستهلكه بمرور الوقت، لكن الباور ثابت. السؤال رقم 41 بيقول لي اي من الاشكال البيانيه التاليه يمثل العلاقه بين الطاقه، او لسه بنقول على السؤال ده، المستنفذه في موصل يسري به تيار مستمر والزمن. لا، الطاقه كل ما الوقت بيمر كل ما استهلك طاقه اكبر وهدفع فاتوره اكتر، يبقى ب، لان الورك زي ما قلنا بيساوي الباور في التايم. الباور ثابت لكن التايم هو اللي مش ثابت، كل ما الوقت يزيد كل ما الورك اللي العلاقه بينهم تناسب طردي، يبقى كل ما، يبقى نختار ب. مصباحان مقاومتهما R1 وR2 موصله معا على التوالي مع مصدر كهربي، فاذا كانت R2 اكبر من R1 تكون، بقول لي عندك مصباحين هم R1 ودي R2، هو بيقول لك R2 اكبر، التيار بيمر هنا واحد، تمام؟ فبيسأل لي بقى اضاءة مين اكبر؟ نجيب الاضاءة بتاعت ده، الاضاءة يعني الباور، الباور في واحد بتساوي اي تربيع R1، والباور في التاني ده السؤال رقم 41 42 اسف، الباور في التاني في الار 2 يعني اي تربيع اللي هو نفس التيار في ار 2 ده هو ده، لكن ار 2 اكبر من ار 1 والباور في التاني اكبر من الباور في الاولاني، تمام؟ يبقى الباور في المصباح 2 الاضاءه بتاعت المصباح الثاني اكبر، اضاءه المصباح الثاني اكبر عشان ار 2 اكبر. الرسم المقابل يوضح ثلاث مقاومات متصله معا على التوالي عن طريق اكس واي وزد، فأي من الرسومات التالية يعبر عن نسب القدرة المستهلكة في كل منها؟ طبعا احنا عشان احنا بندرس علاقة بين الباور والار، لازم الفاكتور الثالث اللي في القانون او الفاكتورز التانية العوامل التانية تكون ثابتة. طب ايه اللي ثابت هنا؟ التيار. يبقى ايه القانون اللي نستخدمه؟ الباور بيساوي اي تربيع في ار، يبقى نجيب الباور، الباور في اكس الى الباور في واي الى الباور في زد. الباور في اكس اي تربيع، ار بكام؟ بار الى الباور في واي اي تربيع في 2 ار، الباور في زد اي تربيع في نص ار، نص ار، ار واي تربيع هيروحوا مع بعض، هيبقى هنا 1 الى 2 الى نص. يبقى اعلى حاجه الواي، اعلى حاجه ايه؟ الواي. يبقى يا دي يا دي. طيب الواي بكام؟ ب 2، ودي بواحد ودي بنص، يبقى نختار ج، او ممكن تقرا المعادله كلها في 2 عشان تتخلص من النص، يبقى دي 2 الى 4 الى 1، 2 اهو 1 2، لو انت كتبت هنا 1 2 3 4 1 2 3 4، يبقى الاكس، الاكس بكام؟ ب 2، والواي ب 4 اهو 1 2 3 4، والزد ب 1، يبقى اللي اختار ج هو الصح، السؤال رقم 44. السؤال رقم 45 عند توصيل مقاومتين R و4R على التوازي مع بطارية، معايا R و4R على التوازي مع بطارية، تكون القدرة المستنفذة في المقاومة R نقطة القدرة المستنفذة في المقاومة 4R، ده السؤال رقم 45. عندي هنا مقاومتين، واحدة قيمتها R
واحدة قيمتها 4R، دي R ودي 4R، متوصلين مع بطارية. يبقى ايه القانون اللي هنستخدمه؟ لازم انا بدرس علاقة بين الباور وبين الار. ايه اللي ثابت بينهم؟ الفي، ما هم متوصلين الفي هنا بتساوي الفي هنا، يبقى نستخدم القانون اللي هو الباور، بيقول لي في تربيع على ار. احنا عايزين الباور في ار واحد الى الباور في 4R. الباور هنا بيساوي ايه؟ في تربيع على ار الى في تربيع برضو بس على كام؟ على 4R. في تربيع تروح مع في تربيع والار تروح مع الار، يبقى هنا كام؟ واحد الى ربع. يبقى الباور في ار اكبر من الباور في 4R. فهنا بيقول لي عندي توصيل مقاومتين، تكون القدرة المستنفذة في ار، او القدرة المستنفذة في ار دي واحد دي ربع، يبقى هنا اكبر منها 4 مرات، يبقى كام؟ لو ضربنا في 4 تبقى دي 4 الى 1، يبقى القدرة المستنفذة في ار 4 اضعاف القدرة في 4 امثال. يعني نختار 4 امثال. السؤال رقم 46 بيقول لي اي من الرسومات البيانية التالية يمثل العلاقة بين قيمة المقاومة المأخوذة من ار في وقيمة القدرة المستهلكة فيها؟ خد بالك بقى من حاجة مهمة جدا، هنا عندي كام عامل هيتغيروا؟ 2. الار في دي لما تزيد، مش الباور بتساوي ايه؟ اي تربيع في ار. الار هتزيد، يعني الار لو زادت للضعف بقى 2R، الاي هتقل للنص، تمام؟ الاي هتقل ايه؟ للنص. بس خد بالك بقى، نص اي لكل تربيع. نعوض بقى، ادي الباور 2R اهي زادت للضعف، الاي قلت للنص بس نص تربيع بربع اي تربيع، يبقى لي كام؟ نص اي تربيع ار. يبقى الباور الجديد هيبقى هيقل للنص، او هيقل بمرور الزمن عموما يعني. يبقى كل ما الار في بتزيد الباور فيها بيقل، الباور فيها ايه؟ بيقل. يبقى نختار الشكل الف، تمام؟ العلاقه بينهم تناسب عكس. السؤال رقم 47 بيقول لي وصل فرق الجهد 220 فولت بين طرفي موصلين مختلفين مصنوعين من نفس المعدن، يعني الرؤية بتاعتهم متساويه. وصل فرق الجهد بين طرفي موصلين مختلفين مصنوعين من نفس المعدن كل من على حده، فاذا كان طول الاول، تمام، الموصل الاول ضعف طول الموصل الثاني. نطلع المعلومات اللي عندي. اول معلومه ان رؤية واحده، ده السؤال رقم كام؟ 47. فالسؤال 47 هنا بيقول لي احنا موصلين على وصلة فرق جهد 220 فولت بين طرفي موصلين. وهنا 220 فولت. المشترك بين الاثنين ايه؟ هو قايل لي معلومه ان الاثنين مصنوعين من نفس نوع الماده، رؤي الاول بتساوي الثاني. بيقول لي فاذا كان طول الموصل الاول يعني ال1 بتساوي ده واحد مثلا، ده ار1 اهو وده ار2، ال1 بتساوي 2 ال2، وقطر الاول قطر هي نص قطر، يعني ار الاول بتساوي ضعف قطر الثاني. هنجيب بقى العلاقه بين ار1 لار2، يبقى ار1 على ار2 او العكس، ار2 على ار1 مش تفرق. يبقى رو اي ال1 على اي1 في، هنعكس بقى على تبقى في ونعكس اللي بعدها، رو اي ال2 على اي2، رو اي هتروح مع بعض. وعوض ال1 بكام؟ ب2 ال2 مضروبه في اي2 اللي هو باي ار2 تربيع على تحت اي2 اللي هو باي، هنشيل بقى ار1 ونحط مكانها 2 ار2 لكل تربيع، يعني 4 ار2 تربيع، تمام؟ هي المفروض 2 ار2 لكل تربيع، يبقى 4 ار2 تربيع مضروبه في ال2. ال2 هتروح مع ال2، باي هتروح مع باي، ار2 تربيع هتروح مع ار2 تربيع. يبقى ار1 على ار2 بتساوي كام؟ فوق 2 تحت 4 يديني نص، تمام كده؟ ايه المشترك بين الاثنين؟ هو عايز باور 1 على باور 2، الباور واحد على باور اتنين. المشترك بين الاثنين الاي، يبقى اي تربيع ار واحد على اي تربيع ار اتنين،
اي تربيع تروح مع ار تربيع، اي تربيع ار واحد على ار اتنين تطلع بكام؟ بالنص. يبقى النسبة بينهم كام؟ واحد الى اتنين، تبقى جيم. السؤال رقم 48 بيقول لي في الدائرة الكهربية الموضحة اذا اضاء المصباح بكامل شدته، المصباح ده يعني اقصى تيار بمر، تكون قيمة المقاومة المكافئة بين النقطتين اكس وواي تساوي كام؟ هو كتب على المصباح هنا كام؟ مديني الفرق الجهد اللي هو 1.5 و45 من 100. هنجيب اي بك، سوري ار، ار للمصباح ده السؤال رقم 48. ار بتساوي ايه؟ ار بتساوي طبعا عندنا يبقى الباور، احنا عندنا الباور بتساوي في تربيع على ار، يبقى ار بتساوي في تربيع على الباور. الفي تربيع بكام؟ 1.5 تربيع على الباور كام؟ 45 من 100. يبقى دي الار للمصباح، دي مصباح، يبقى ار للمصباح بتساوي 1.5 تربيع على 45 من 100، هيطلع لي 5. ار للمصباح ب 5 اوم. وهنجيب التيار اللي بيبر في المصباح، اي للمصباح عشان يدوب بكامل شدته. الاي بتساوي الجذر التربيع، طبعا احنا عارفين ان الباور بتساوي اي تربيع ار، يبقى اي بتساوي باور على ار تحت الجذر، الباور على ار. وممكن نجيبها من القانون اللي هو الباور بتساوي في في اي على طول، يبقى اي بتساوي الباور على في، الباور اللي هو 45 من 100 على في، هي بتساوي يعني اي بتساوي الباور على في. الباور بكام؟ ب 45 من 100 على في اللي هو 1.5، يطلع لي صفر علامة كده، 45 من 100 على 1.5 هيطلع لي 3 من 10. يبقى التيار اللي بيمر هنا كام؟ 3 من 10. وفي بكام؟ 1.5. مش اي ار هنا بتساوي اي ار هنا، تمام، بس انا ما عنديش التيار اللي بيمر هنا، هنجيب التيار الكلي بقى. كده احنا جبنا التيار اللي بيمر هنا 3 من 10، وممكن اجيبها بطريقه تانية. انا عندي الفي هنا، الفي هنا ب 1.5 صح؟ مش ال 6 فولت دول متقسمه على الاثنين دول؟ يعني 6 فولت بتساوي في هنا زائد في هنا صح؟ يبقى في هنا بتساوي ايه؟ الستة فولت بتساوي 3، طبعا ال V هنا اللي هو 3 I، تمام، زائد ال V هنا ب 1.5 زائد 1.5. هو ال V من هنا كام؟ كاتب لي 1.5 اهو، ما ال V على المصباح بتساوي ال V هنا، يبقى 3 I بتساوي 6 ناقص 1.5 ب 4.5، يبقى I بتساوي 4.5 على 3 هيطلع لك 1.5 أمبير، يبقى التيار اللي خارج من هنا 1.5 أمبير. هيمر هنا تيار كام؟ احنا لسه جايبين ورا التيار اللي بيمر 3 من 10، يعني عندي ادي المقاومه ار اللي احنا عايزينها، وادي المصباح، المصباح اهو، التيار اللي بيمر هنا 3 من 10 والتيار الاصلي بكام؟ 1.5 امبير. يبقى التيار اللي بيمر هنا كام؟ 1.5 ناقص 3 من 10 يديني كام؟ يبقى التيار هنا 1.2 من 10 امبير. مش في هنا بتساوي في هنا، يعني في اكس واي بتساوي اي اللي هو 1.2 من 10 في ار، في اكس واي جبناه بكام؟ 1.5، يبقى 1.5 بتساوي 1.2 من 10 في ار، يبقى ار بتساوي 1.5 على 1.2 من 10، 15 على 12 هيطلع لي 1.25 اوم. تمام، احنا كده جبنا قيمة ايه؟ مقاومة المقاومة ار، يبقى ار بكام؟ 1.25 اوم. ومعانا المصباح مقاومته احنا جبناها ورا بكام؟ مقاومة المصباح بخمسة اوم، يبقى ار داش، وعايز المقاومة المكافئة الاتنين مع بعض، يبقى 5 في 1.25 على 5 زائد 1.25 يعني 6.25، يديني ار داش بتساوي 5 في 1.25، 1.25 على 6.25 هيطلع لي 1 اوم.
يبقى المقام والمكافأة تطلع بكام؟ بواحد أم. السؤال رقم 49، 49 بيقول لي في الدائرة الموضحة إذا ماذا يحدث لإضاءة المصباحين A و B، A و B أثناء تحرك الزلق B من نقطة X إلى نقطة Y، لما نحركه من X ل Y. طيب المسائل اللي زي دي يفضل زي ما قلت لك افرض ارقام، حط ارقام كده عشان تريح دماغك كده. السؤال رقم 49 هنجيب قبل وبعد. حط مثلا من الاكس والواي دي البطاريه كلها مثلا 20 فولت، يبقى دي البطاريه كلها 20 فولت، دي قبلها، وادي المصباح مثلا 10 اوم، والمقاومه اكس متوصله ايه مثلا خليها 10 اوم، تمام، ودي كانت متوصله بعدها، خد بالك في هنا كده اهو، وهنا البي دي مثلا قول برضو 10 اوم، يبقى دي كده مش موجوده، يبقى ار داش هنا بكام؟ ب 20، 10 ضرب 10 ب 20 اوم. هو عايز اضاءه المصباحين، مصباح اللي هو ده، ده مصباح اهو، وده كمان مصباح. لما نحرك المصباح من اكس لواي طبعا ما كانش فيه تيار اصلا، هنا المصباح بي كان مش منور، لما تتحرك كده هيبتدي ينور، يبقى اضاءة بي هتزيد، يبقى اضاءة بي تزداد. خلاص كده خلصنا من بي، نشوف بقى ايه. تمام، لان حتى لو هنا في مقاومه، المقاومه في الفرع ده عماله تزيد، يبقى الفرع ده مقاومته بالنسبه للفرع اللي فوق بتقل، يبقى التيار اللي هيمشي فيها هيبقى اكبر، فهنا المصباح ده اضاءته هتزيد. كده خلصنا من بي. نيجي لايه بقى؟ قبل التيار يمر في ايه؟ هو التيار الكلي. اي بقى قبل بتساوي ايه؟ في بي، احنا فرضنا ان في بي ب 20 على ار داش، احنا قلنا 10 10 20 بكام؟ 1 امبير، يبقى الباور بيساوي اي تربيع في ار. تمام، الباور عشان لو حبينا نجيب ارقام، اي تربيع بواحد تربيع بواحد في ار، احنا فاضيين ار بكام؟ ب10، يديني كام؟ 10 واط. ده ايه المصباح ده. نيجي بقى بعد ما نزود دي، بقت السلك بقى هنا، يعني ادي المصباح الاولاني 10 اوم، وادي المقاومه 10، وانا جبت الزلق هنا، يعني بقت المصباح اللي هو ال 10 اوم ده اللي هو بي متوصل دلوقتي معاه، دي 20 فولت، وهنا 10 اوم، وادي 10 اوم، وده كمان 10 اوم، يبقى التيار هيتجزأ هنا بالتساوي. تمام، طب التيار كله بيساوي ايه؟ اي بتساوي في بي اللي هو 20 على ار داش، دول مع بعض 5، 5 10 15، يبقى 1 و 4 و 5 على 15 يعني تلت، 1 33 من 100 امبير. تمام، او حتى بالنسبه للايه التيار، ايه التيار اللي كان ماشي في الاول؟ كان 1 امبير، ده المصباح، ده المصباح بي، المصباح كان 10. البار الجديد بالنسبه للمصباح ايه؟ بتساوي كام؟ اي تربيع اللي هو 1 و33 تربيع في الار بتاعته، احنا فاضلنا 10، التيار زاد، يبقى كده الباور بتاعيه كمان هيزيد، يبقى إضاءة A هتزيد وإضاءة B كمان هتزيد، يبقى تزداد وتزداد، يبقى الاختيار B، A و B هيزيدوا. ليه بقى؟ لأن المقاومة المكافئة هتقل، المقاومة دي مثلا كانت متوصلة توالي مع دي، هتبقى توازي مع دي، يعني المقاومة المكافئة هتقل، فالتيار بتاعي هيزيد، يبقى الباور بتاعي هيزيد، وكمان B هتزيد، يبقى الاثنين هيزيدوا. كده هخلصنا الجزء اللي اختر في الدرس الثاني. ان شاء الله الفيديو اللي جاي هيبقى هنحل فيه اسئله المقام، وهنعمل فيديو تاني للمسائل، او ممكن ندمج الاثنين مع بعض، انا شايف اسئله المقام صغيره يعني، فهنعمل فيديو تاني ان شاء الله للدرس الثاني في الفصل الاول. اتمنى من حضراتكم تعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس، ولو تفضلتم يعني مشكورين، تعملوا شير للفيديو. شكرا لحضراتكم.